هذا بقى المشكل هو هاد الناس هادو اللي مبغينش يبعدو منا. غادي نشوفو هاد المستوى ديال هاد الرئيس ديالهم بعدا، ومن بعد نرجعو لهداك الديوتي ديال بن سديرة اللي ولا هاد الأيامات الحاضرة الملك ديالنا الله يحفظه، ونفضحو شي شوية تا هو ونسمعوكم شنو كيقول. يلا نسمعو هاد التبون هذا شنو تيقول بعدا. عافاكم اللي فهم شي حاجة يتصل بالمنظمة العالمية للصحة أو لا بالأمم المتحدة أحسن، إن هاد السيد هذا راه صافي مشى. نسمعو هاد الديوت هذا باش ما نقولكش ضلمناه كنسبوه. اللي قلت لكم تقدروا تدخلوا لجوجل توجدوا هذا نبيل السباعي، الآن بعد ما سجنوه في 2014 لمدة عام ونص ومن بعد خرج بعفو من الملك بعد نظن 6 شهور او كذا من قضاءه في السجن، خرج من السجن يصير الديوتي قبح الله وسعيه لعنه الله عليك اليوم بعثون. وهذا الكذب ديالك ما بغاش يحيد هذاك خينا اللي كيشارجيك على المغرب راه هو براسو هو براس ما يقضي حتى شي حاجه. فضحتونا انت براسك اللي كتدي عمرتك للكازارن ديال الميليتير كتوهبها للجينيرو بالشهاده ديال الناس ديالكم يا الكلب. يعني تقريبا السنوات الاخيره ما ينحيوش ما يقدرش يشوف بدون نظارات، لكن شبيه الملك. اسمع غير واش غيقول واحد السيد ديالكم في حقك الكلب. والله يا خوتي بون نهضر عليه بور لا دينيير فوا باسكو انا عندي معلومه عليه، ماشي كيما عنده امير ديزاد ولا فلان وفلتان. انا عندي 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 عليه راني مقنع 100% يا خوتي هذا بن سديرة هذا ديجا كي نذكرو بلساني نحس روحي. اسمع الديوتي وشهيد شاهد من اهلها هذا راه ولد بلادك هذا وعارف شنو عارف الديوف عارف انه الارض هذاك هو. والله يا خوتي وعاد تحل فمك وكتبان باش كتغطي على شو على فضايحك. والله باسكو نعرف حاضر على المغرب. المغرب راه بزاف عليك وبزاف على تصيلتك وتواصل خوك كاملين هاد الروس ويطلعوا له الغاشي ويسمعوه. يا ودي اسمع الديوت واحد اخر من بلادك اش غيعاود عليك المشوه قد غير فضيحتك عاد وصاري فيه مصاري ويهايط بن قصديرة بيا عمرتو راهم يعرفوه كل الجزائريين وكل العالم راه عارفه باللي بيا عمرتو اللي صور باش نذكركم بن قصديرة اللي صور مرته وصور لها المؤخرة تاعها اكرمكم الله عريانة وبعثها الى طليبة وبعد مرته شافتها في الانترنت بعد ما جبدوا له كاع الخرابي وخريبو وحطوها في الانترنت تو وحطوا محادثة حطوا كلش بينه وبين طليبة حطوا التسجيل الصوتي وحطوا الصور تاع مرته اللي بعثهم له هو. شفت الزوجة تاعو الاهل تاعها الفاميليا تاعها والد الزوجة تاعو والاخوة تاعها شافوا ديك الفضائح في اليوتيوب هربت هي زادت شافت عيطوا لها شافت هذيك الفضائح عندها بنيات ووليد صغير ردتهم وهربت وقلعت بهم الى يومنا هذا من ذاك الوقت. اذا هذا غاسل وجهه بول كلاب هذا مجرد